هل هناك في الإسلام وسائل محددة تساعد الزوجين على الحصول على حياة زوجية سعيدة؟ الإسلام وهو الدين الذي أكمله الله وأتم به النعمة فيه تبيان كل شيء يحقق السعادة للفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وكل تشريعاته العامة والخاصة لها صلة كبيرة بإسعاد الحياة الزوجية. ومع ما عرفناه من مأثور العرب في وصايا بناتهم عند الزواج، نورد بعضا من هذه الآداب مأخوذة من وصية أمامة بنت الحارث لها عندما خطبها عمرو بن حد. وهذه الوصية هي: إن الوصية لو تركت لعقل أو أدب أو مكرمة وحسب لا تركت لك، ولكن الوصية تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل. يا بني، إنه لو استغنت المرأة عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عن الزواج، ولكن الرجال خلقوا للنساء كما هن خلقن للرجال. أي بني، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصن له أمرا ولا تفشن له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إذا كان مهتما، والكآبة بين يديه إذا كان فرحا، واعلمي أنك لن تبلغي رضاه حتى تؤثري هواه على هواك. ومن هذه الوصية العظيمة يمكن أن نأخذ الآداب التي توفر السعادة في الحياة الزوجية. أولا، أن تكون الزوجة صورة حسنة في عين زوجها تجذب قلبه إليها، وذلك بالعناية بجمالها، والأحاديث كثيرة في ذلك. ثانيا، تنسيق البيت بشكل يدخل السرور على قلب الزوج، وتجديد هذا التنسيق حتى يتجدد شعوره بالسرور ولا تسير الحياة على وتيرة واحدة. ثالثا، توفير الجو الهادئ له ليستريح من عناء عمله، وبخاصة في أيام الراحة التي لا ينبغي أن تشغلها بما يصرفها عنه، ولا تترك الأولاد يعكرون صفو هذا الجو. رابعا، مشاركته في فرحه وفي حزنه، ومحاولة التسرية عنه بكلام طيب أو عمل سار، كما كانت السيدة خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء من الغار يرجف فؤاده فطمأنته بأن الله لا يخزيه أبدا. خامسا، معرفة مواعيد أكله ونومه،
وعمل الحساب بكل منها، وذلك بإعداد طعامه الذي يشتهيه، وبالهدوء التام عند نومه الذي يحب أن يهدأ الجو من حوله ليشعر بالراحة. سادسا، عدم إظهار الاشمئزاز منه لعيب وجد فيه كمرض وفقر وكبر سن، ومحاولة تخفيف هذه الآلام عنه بالقول أو الفعل، فهذا ضرب من الوفاء له. سابعا، الأدب معه في الحديث، واختيار الألفاظ المحببة إلى قلبه، وعدم مراجعته بصورة تثير غضبه أو تجرح شعوره، وقد يكون من وراء ذلك هد الأسرة. ثامنا، عدم المن والتطاول عليه بغناها أو حسبها أو منصبها مثلا، وعدم ذكره بالسوء والشكاية منه إلا في أضيق الحدود لدفع شر يتوقع مثلا. جاء في إحياء علوم الدين الغزالي أن الأصمعي قال: دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجها، وزوجها من أقبح الناس وجها، فقلت لها: يا هذه، أترضين لنفسك أن تكوني زوجة له؟ فقالت: أسكت يا هذا، فقد أسأت في قولك، لعله أحسن فيما بينه وبين الله فجعلني ثوابه، أو لعلي أسأت فيما بيني وبين ربي فجعله عقوبتي، أفلا أرضى بما رضي الله لي؟ تلك وأمثالها آداب يقرها الإسلام ويدعو إليها، وأولى أن نتبعها بدل أن نتبع التقاليد الأخرى التي لا تناسبنا، فلكل شرعة ومنهاج. والله أعلم.